نظم مجمع علي بن أبي طالب للعلوم الإسلامية والتربوية حفلا كبيرا حضره رجال الدين والدعاة والمرشدين وحفظة كتاب الله لتوزيع شهادات خريجي المعهد البالغ عددهم 114 تلميذا، حيث تلقوا دروسا في فقه العبادات والسيرة النبوية والتوحيد والعقيدة الأشعرية، بالإضافة إلى علم الحديث وتفسير القرآن الكريم وعلومه. فقد تداخل بعض من الدعاة والمرشدين حول أهمية تربية الأجيال القادمة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وإنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم وزبع في بحور الفوائد. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد. وفي الختام قدمت الفرق الماضحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدائح نبوية شملته وشمائله العطرة وصفاته الكريمة وأخلاقه الحميدة.